كابتن او طبعا لزميلنا فاروق صلاح وايضا للكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصان. وهي كره القدم زي ما حضراتكم شايفين في مصر او زي اللي حضراتكم شايفينه كده وزي اللي سمعتوه من كابتن سيد عبد الحفيظ ان كهربا من المفترض ان يكون لاعبا في النادي الاهلي ابتداء من يوم 1/1 لما بتطلب البطاقه الدوليه. حتى لو كان في مشكله من المفترض لما بقى يتم الحكم في هذه المشكله من قبل الاتحاد الدولي هو ده المفروض ان البطاقه الدوليه تيجي على طول. ولكن زي ما حضراتكم سمعتوا بالظبط من الكابتن سيد عبد الحفيظ فكل ما نتمناه ان يكون هناك خلال الفتره القادمه او خلال بكره او بعده نعرف مين اللي عمل اللي حصل. يعني حصل ان احد الانديه عمل استعلام على كهربا وبالتالي زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ النادي ده اكيد حط مستندات علشان يعمل استعلام على كهربا وبالتالي عايزين نعرف مين النادي وكيف يتم عقاب هذا النادي على الرغم لان كهربا مقيد في النادي الاهلي ابتداء من يوم 1/1 وهو مقيد في النادي الاهلي او يجب ان يتم قيده في النادي الاهلي. عشان كده هي دي كره القدم زي ما انتم شايفين كده ماشيه ازاي. لازم نعرف وهنضغط في هذا الموضوع خلال اليومين ثلاثه اللي جايين عشان نعرف ايه اللي حصل. حاجه غريبه جدا وحاجه كان من الممكن جدا كهربا يكون متاح ياخده بقى او ما ياخدوش دي بتاعه ريني فايلر. لكن كهربا يبقى متاح موجود في ال 30 لاعب اللي موجودين في النادي الاهلي او 28 29 لاعب اللي موجودين في النادي الاهلي وياخدوا او ما ياخدوش دي بقى ناحيه فنيه. يختاروا او ما يختاروش في ال 18 او ما يختاروا في ال 18 او ما يختاروش في ال 18 دي حاجه تخص ريني فايلر. ولكن يجب ان يكون هناك وقفه في مثل هذه الامور. كابتن فتحي